ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو جديد النهارده وريفيو من الحاجات اللي انا حبيتها جدا جدا جدا، وجايه النهارده اقول لكم على الاكتشاف الحلو اللي انا اكتشفته. النهارده هنتكلم عن اللوز باودر. اللوز باودر كده اكتشفتها، انما ايه، بصوا البيجمنت بتاعها رهيبه، يعني اللي عايز ميك اب بيجمنت حلو وفي نفس الوقت سعره حلو وبينافس بقى اللي هي البراندات، هو البراند والله بجد مش هقلل منه خالص، لان انا جربت منه حاجات كتير. هتكلم النهارده عن براند بتاع مايت سينما، يعني جربنا منه حاجات كتير، وانا كمان كنت عملت لكم كذا ريفيو عنه، عن حاجات انا جربتها، واقول لكم على كام حاجه في الفتره اللي جايه انا جربتها من عندهم. بس النهارده بنتكلم عن اللوز باودر بتاعت مايت سينما الجديده اللي هم عاملينها، وكمان الباكج نفسها شيك جدا جدا جدا. بصوا يعني انا هفاجئكم بسعر وبيجمنت كل حاجه. انا هنبتدي بقى فيديو النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو النهارده، سبسكرايب بقى لو انت مش متابعه قناتي، هتلاقي فيها ريفيوهات وفيها حاجات كل اللي انت عايزاه كده، يعني فكري كده وهتلاقي ان شاء الله الحاجه عندي باذن الله. وتابعوني بقى على المنتدى، لان انا يوميا على المنتدى حتى لو مش هنزل هنا فيديوهات على طول. فيلا خليكم معايا في فاصل صغير جدا، تعملوا لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس ما تنسوش. يلا خليكم معايا، نبدأ بسم الله بقى في فيديو النهاردة وريفيو النهاردة كده، وهنتكلم عن اللوز باودر بتاعت مايت سينما. بص ده شكله العلبة بتاعتها، الكفر بتاعها حلو والماتيريال بتاعتها حلو فخم كده، يعني تحسيك ان هي ايه بمبلغ وقدره. دي لوحدها كانت بالنسبة لي يعني حلوة بصراحة، كنت شفتها اعلاناتها الاول على السوشيال ميديا في كذا حاجة، فحبيت ان انا اجربها لان الاعلان بتاعها الصراحه كان شدني جدا. تمام، في منها درجات كتير قوي على فواتح وعلى غوامق، دي تناسب اكتر الناس البيض والخمريين. تمام، دي كانت درجتها 103 تقريبا، هوريها لكم برده دلوقتي الدرجه بتاعتها. بصوا الباكج بتاعتها حلوه، ده اكليريك، العبوه نفسها اكليريك، مع ان انا كنت فاكراها ازاز لان هي شكلها ازاز جدا. بصوا دي الستيكر بتاعنا، طلعت ساعتها من على العلبة وحطيتها على العلبة نفسها اللي من بره. بصوا بحاول ان انا اوريها لكم بس ما كانتش باينة قوي، هي مكتوب عليها 103، حاولت ان انا اوريها لكم على صباعي او اوريها لكم على العلبة، بس كل المحاولات بصراحة فشلت. فمهم يعني ان دي درجة 103. تمام اهي، بصوا كده باينت الحمد لله. طيب ندخل في الموضوع على طول ونتكلم بقى ايه عن اللوز باودر ديت. اللوز باودر بتاعت مايت سينما دي احلى حاجه فيها ان هي خفيفه والتثبيت بتاعها بيكون رقيق جدا على البشره، بتثبت الميك اب لفتره طويله جدا. احنا ساعات بنستخدم الفاونديشن ممكن يكون في لمعه او في زيوت او تمام. الحلو في النوع دوت في اللوز باودر ان هي بتزيل اي لمعان بتكون موجود على بشرتك، وفي نفس الوقت بتثبت الميك اب فتره طويله وتخلي شكله ايه لايت كده على البشره، كأنك مش حاطه حاجه. بصوا بتيجي معاها كمان السفنجه بتاعتها ديت عشان تقدري تتحكمي فيها اكتر. طبعا ممكن تستخدميها كمان بالفرشه بتاعت البلاشر عادي. الورقه السوداء دي كانت محطوطه هنا وانا خلعتها وحطيتها ورا. تمام، اللوز بايدر بتاعت مايت سينما تستخدم في تثبيت كمان الكونسيلر مش بس فاونديشن. ممكن لو انت مش حاطه كمان فاونديشن او حاجه في وشك، ممكن تكوني مرطبه قبلها وشك كويس جدا جدا، ساعتها ممكن تستخدمي اللوز باودر برضو، هتشيل لك اللمعان بتاع البشره وهتديكي كده ايه تغطيه حلوه ورقيقه كده على البشره، حلوه جدا. برضو ينفع تحطيها بعد الكونسيلر برضو، هتثبت معاكي الكونسيلر لفتره طويله. حاولت ان انا بقى اوريها لكم على ايدي، اوضح يعني واضح جدا 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 الفرق. بصوا ايدي مفيش ولا الهوا، مفيش يعني، انا حاولت كمان اخفف الاضاءه اهو، فظيعه رهيبه جدا بصراحه، استخدمتها حلوه. كمان ريحتها رقيقه كده مش فجه وزعقه وريحتها وحشه، لا ريحتها حلوه قوي اللي هو يعني تحببك كمان في المنتج. انا كمان استخدمتها بالفرشه ديت كانت حلوه قوي برضو، ادتني افكت برضو حلو. عايزه تجربي كده، عايزه تجربي كده، حلوه جدا جدا. اللوس باودر بتاعت ماي سينما دي خافي لعيوب البشره بعد الفاونديشن، وفي درجات كتير ليها جدا،
كمان بتخفي الهالات السوداء بعد الكونسيلر، هتديكي برضو بيجمنت حلو برضو. عن تجربة بقى، التغطية بتاعتها عالية جدا، بتثبت الفونديشن لفترة طويلة، متخليش وشك معرق، ما بيتغيرش اللون، بجد حاجة كده من الاخر، وفي نفس الوقت تثبت معاكي لساعات طويلة. هايلة 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 بجد، جربوها. بصوا شكل ايدي مش ممكن، الشكل فظيع بجد، اكنك مش حتى حاجة، اكنك عاملة فلتر في وشك، هادية جدا ورقيقة جدا جدا، تحفة. اديها بصوا 10 من 10 حقيقي. وكمان السعر بتاعها حلو جدا، يعني في اماكن بتباعها ب50 وفي اماكن بتباعها ب65، وانت طالعة في الرينج ده، حلوة. وبعدين انا بجد الحاجات بتاعت ماي سينما بتعجبني، ان هي حاجات في متناول الايد، وفي نفس الوقت الحاجات بتاعت البيجمنت بتاعتها بحاجات كتير جدا حلوة. كمان استخدمت منهم روجات حلوة قوي، هبقى اوريها لكم في فيديوهات تانية ان شاء الله من كذا حاجة عندهم. بس ده كان فيديو النهاردة، يا رب كده ايه حمستكم. حلو قوي للبنات كمان اللي في الجامعات، دي هتبقى حلو كمان يا بنات في متناول ايديكم. بس يا رب تكونوا استفدتوا، اتمنى بقى ان تعملوا لايك لفيديو النهاردة وسبسكرايب لقناتي وكومنت حلو كده، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم دمتم دايما حلوين، ومع السلامة.